السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وزويقة جديدة اللي هي هذه، كتجي على هذا الشكل. هذا شوفوها بجميع الاتجاهات، هذا الوجه ديالها كنقلبوها هنا، والشكل ديالها هو في الدار كتجي على هذا الشكل هكا. بالنسبه لهاد الغرزه هذه او هاد الزواقه، نخدموها في لي بول اللي يكونوا مسدودين او البول مفتوح، نخدموها سواء بالخيط الصوف اللي هو بحال هذا او بالكوردون، يعني خيط رقيق. الا خدمناها بالكورتون غير واش غادي نصغروا الرقم ديال الابر. انا هنا خدمت ب 4.5 حيت عندي الخيط ليط. نتوما تقدروا تخدموا على حسب الخيط اللي عندكم، اما تكبروا الرقم ديال الابر واما تصغروه. ونشوفوا الطريقه اللي خدمنا بها هاد الزويقه هادي. ونبدا على بركه الله. بسم الله. انا هنا عندي واحد العدد ديال لي مال اللي هو قليل. بالنسبه لي هنا غادي نخدم معكم انا هاد هنا، غادي ندير هادي داركم هادي فقط، والباقي المهم راه كيمشي على حسب الخدمه. انا هنا عندي العدد ديال الغرز خص يكون فردي، عندي هنا 13 زوج 4 6 8 10 12 13. غادي نخدم 6 6 والوسطانية هي اللي غادي نبدا بها الرشمه. بسم الله. هاد اللامه الاولى ما كنخدمهاش، كنخدم جوج 3 4، عندنا 6، غادي نجمع هاد جوج، غادي نخدم غير 4، غادي نجمع هاد جوج بهذه الطريقه، كيولوا عندي جوج 4 5، وكنزيد 6 هنايا هي هادي، كنخدم الوسطانية بوحدها، كنخدم هادي كنزيد هاد لاماي، وهادي لي 6 كنجمع هاد جوج فهاد الاتجاه، وكنخدم كيوليو عندي 1 2 3 4 5 6. انا هنا ما درتش لي زيار، ما خليتش ماي لي زيار، خدمت عادي كله كيف كيف. الظهر ديال الخدمه كنت خدموا العينين كلهم لعنا لهنايا. بالنسبه لهاد الخدمه، يا اما تصغروها بغيتو تنقصوا العدد ديال اللي ما ديروا غير 5، بغيتو ديروا 7، بغيتو ديروا 9، يعني كيمشي بالعدد الفردي على حساب كل واحد الشمره، كاين اللي بغي يكبر الخدمه كاين اللي بغي يصغرها، وعلى حساب الخيط عاوتاني، حتى الخيط راه كيتحكم. دابا عندنا جوج 3، غادي نجمع هاد جوج هنايا، غادي يولو عندي جوج 4، كنزيد هاد لامي هنا وكنخدم هادو. نزيد هاد لامي ونجمع هاد جوج فهاد الاتجاه ونستمر. هانتوما كيما كيبانلكم نقلب الخدمة لهنا، كلشي نقلب الماي اللي عندي لهنا، ختوهم اللي عندي. الخدمة سهلة وبسيطة، ما فيهاش تعقيدات وما فيهاش حسابات، وكتطلع في الساعة كتطلع الخدمة ديالها. كيفو هاد السطر هادي ما خدموهاش،
كنخدمو هادي، كنجمعو هاد الزوج هاد الاتجاه، كنديرو هاد لاماي. شحال كيوليو عندنا؟ كيولي عندنا واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. كنجمعو هاد الجوج هنايا بهاد الطريقة، كنكملو. كيبقاو لنا كينقصو عندنا في الجناب وكيزيدو في الوسط، يعني شحال عندنا؟ واحد، زوج، ثلاثة ديال لي جوغ. حنا هنا وصلنا للعدد ديال سبعة، غادي نقفلو أو نبلعو هاد الزويق. نخدم هاد السطر لي عندي هنايا، حنا هنا في الخدمة هادي، هادي في الأول هي هادي، هاد الجنب هي هادي. واش أنا عندي هنا غير النص ديالها، خدمت غير النص، وخدمت هاد المربع، وخدمت النص هنايا. انتوما غادي تكملوا هنا، ديروا العدد سبعة، سبعة هنايا ووحدة هنا في الوسط، يعني كتمشي سبعة واحد، سبعة واحد، سبعة واحد، باش عطيكم هاد الشكل هذا. دابا غادي حنا نمشيو لهفه هكا، نبلعو المربع ديالنا او الزويقه ديالنا. كنجي هنا، انا مثلا هادو كيكونوا مجموعين، غادي نجي هنا نخدم هادي وندير هكا ونجمع هاد الجوج. واحد، زوج، ثلاثة، اربعة، يوليو عندي خمسة. غادي نوليو نقصو، ندير هاد الجوج هنا كتابعة لهادي، لاحظوا هنا عندي ثلاثة ديال الفراغات، واحد، زوج، ثلاثة. هنا خصو يكون عندي نفس العدد ديال الفراغات. غادي نقلب دائما الخدمة عادية هنا، السطر الموالي. كتولي عندنا هذه هي الوسطانيه، كنخليوها هكا، هي وحده، ها جوج، نديرو زيدو عين هنا، نجمعو هاد الجوج هنايا، ثلاثة، كنجمعو هاد الجوج هنايا. كيوليو عندنا غير ثلاثة في الوسط، وكنديرو هاد لاماي هكا، نزيدوها ونخدمو عادي. هانتوما الخدمة ديالنا بدات كتبان. السطر هنا نجيب كلشي اللي عندي، كنكمل السطر، نجي لهاد السطر هنا. هنا عندنا واحد، زوج، وغادي نزيدو التالتة هنايا، هي عندنا واحد، زوج، تلاتة، واحد، زوج، تلاتة. هنا غادي نبلعو المربع باش نبداو خدمة جديدة، أو نبداو مربع جديد. كنخدم هادي هكا،
كنزيد هاد لامي هنا، كنرفد هاد العين هادي، كنرفدها، كنجمع هاد الجوج فهاد الاتجاه، وكنقلب هادي، كنزيد لامي هنا، ونخدم. الخدمة ديالنا كتبان. يستر لنا كامل. حتى كنكملو السطر ديالنا عادي. هنا باش نوريكم غادي نبداو بزويق عاوتاني، نبداو بمربع، يعني كتمشي خدمه بسيطه بهذه الطريقه هذه. كنخدموها بسبعه، سبعه ديال لي ماي او سبعه ديال الغراز. ها هي عندي هنايا، غادي نبدا هنايا، غادي نجمع هاد الجوج كما بديت في الاول، وكندير هاد لا ماي، نخدم هذه، نزيد هاد لاماي ونجمع هادو، وهكا كنستمر بهاد الطريقه. كنبلعو وحده وكنفتحو، وكتعطينا هاد الشكل هذا اللي هو هذا، كيجي زوين بزاف. وكنتمنى باش يكون عجبكم الفيديو، عجبتكم الزويقه، ما تنساوش اللايك. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، ما ينساوش يديروا لنا اشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بجديد. بارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء باش تعم الفائده. شكرا لكم على التعليقات ديالكم، الناس اللي يشجعوني ويدعموني دائما وكيخليوا لي تعليقات محفزه ومشجعه. شكرا للجميع، شكرا للناس الجداد، الناس القدام الجداد، شكرا للجميع. كنتمنى نلقاكم ان شاء الله بفيديو جديد مع زويقه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.